نشرة السابقة بتوقيت العاصمة طرابلس، والبداية بأبرز العناوين. غارة لسلاح الجو على تمركزات تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة داخل مدينة سرت، وقوات الثوار تسيطر على بوابة الأربعين وطريق الرواغة جنوبي المدينة. لجنة دعم ثوار بنغازي تؤكد تأييدها لتشكيل سرايا للدفاع عن المدينة، وسبعة قتلى وعشرة الجرحى من قوات حفتر في مواجهات مع شورى ثوار المدينة. طائرة مجرم الحرب حفتر تقصف محيط المحطة البخارية بمدينة درنا بالبراميل المتفجرة. أهلا بكم. أفاد مصدر بأن مقاتلات سلاح الجو غارت على تمركزات وآليات تابعة لعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة داخل مدينة سرت. المصدر قال إن حوالي 6 غارات جوية نفذتها مقاتلات سلاح الجو داخل سرت، حيث تدور اشتباكات بين قوات الثوار وعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة. يشار إلى أن مصادر تحدثت عن سيطرة الثوار على حي الغربيات غرب مدينة سرت. هذا وأفاد مصدر إعلامي بأن قوات الثوار أحكمت سيطرتها على بوابة الأربعين وطريق الرواغة وتتقدم باتجاه قاعدة القرضبية. المصدر أفاد أن قوات الثوار سيطرت على البوابة بعد سيطرتها على محمية أبو هادي وإطلاق عملية تمشيط واسعة لملاحقة عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة. يشار إلى أن قوات الثوار باشرت تقدمها داخل مدينة سرت عقب تحرير مناطق وادي جرف والمحطة البخارية وإحكام الحصار على المدينة. أهابت غرفة عمليات تحرير سرت بأن الحدود الإدارية للمدينة هي منطقة عسكرية يمنع من عن باتنا التواجد بها. وذكرت غرفة العمليات مناطق سرت المدينة والغربيات والظهير والقبيبة وبهادي والمطار وضواحيه بأنها تعتبر كمناطق عسكرية يحظر أي تحرك فيها. هذا وكانت قوات الثوار قد تقدمت باتجاه مدينة سرت ونجحت في تضييق الخناق على المدينة لفرض طوق عسكري عليها تمهيدا لدخولها وطرد عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة. وإلى بنغازي، حيث أكدت لجنة دعم ثوار المدينة وأهاليهم أعلنت عن تأييدها الكامل لما تم الإعلان عنه من تأسيس لسرايا الدفاع عن مدينة بنغازي. اللجنة اعتبرت في بيان لها الجمعة أن هذه المبادرة جاءت مناصرة لمجلس شورى ثوار المدينة، مشيرة إلى ضرورة رص الصفوف ووحدة الكلمة لدى الثوار حتى يتمكنوا من دحر عدوهم. هذا ووجهت اللجنة نداء لكل قادر من الثوار للحاق بركب الثورة دفاعا عن مدينة بنغازي في وجه مجرم الحرب حفتر حتى تعود الحقوق ويتمكن المهاجرون من العودة لبيوتهم التي أخرجوا منها حسب نص البيان. قال مصدر مقرب من مجلس شورى ثوار بنغازي أن 7 من قوات مجرم الحرب حفتر قتلوا في مواجهات بين شورى ثوار المدينة وقوات ما يعرف بالكرامة. المصدر قال أن عشرات الجرحى من قوات حفتر وصلوا إلى مستشفيات المدينة بعد مواجهات اندلعت الجمعة بين الثوار وما يعرف بالكرامة في محور الجوارشة بمدينة بنغازي. يشار إلى أن 20 من قوات مجرم الحرب حفتر لقوا مصرعهم الخميس خلال مواجهات مع مجلس شورى ثوار المدينة. وإلى درنا، حيث قال المسؤول الإعلامي لمجلس شورى مجاهدي المدينة محمد المنصوري إن طائرة تابعة لمجرم الحرب حفتر قصفت موقعا بمحيط المحطة البخارية بمدينة درنا. المنصوري وفي تصريح خاص لقناة التناصح قال إن القصف استهدف محيط المحطة البخارية بمدينة درنا والتي تقع على شريط الساحلي للمدينة.
هذا وأكد المنصوري أنه لا توجد إصابات جراء القصف الذي وقع ظهر السبت. يشار إلى أن طائرة مجرم الحرب حفتر كررت قصفها لعدة مواقع بمدينة درنة منذ أن قام ثوار درنة بطرد عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة. تظاهر عدد من المواطنين بميدان الشهداء دعما لثوار ليبيا الذين يقاتلون قوى الإرهاب والانقلاب حسب وصف المتظاهرين. المتظاهرون رفعوا شعارات داعمة للثوار الذين يقاتلون عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة على مشارف مدينة سرت. وكما رفع المتظاهرون شعارات تؤكد دعمهم لثوار بنغازي في قتالهم ضد قوات مجرم الحرب خليفة حفتر. يشار إلى أن المتظاهرين أطلقوا على المظاهرة عنوان ليبيا تجمعنا وثوابت فبراير توحدنا. والجماعية تهدف أغلبها للقفز على الانتصارات التي من الله بها على الثوار في جبهات القتال ومحاولة توظيفها لخدمة أغراض سياسية خبيثة تسعى في الباطل، وهو ما نراه في اللقاءات والاجتماعات بالفنادق والصالات. ولا يخفى أن من مهدوا لهذه الحرب ومن وظفوا أمرها إعلاميا. أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن خطأه الأكبر في السياسة الخارجية كان يتعلق بالتدخل العسكري في ليبيا، مبينا أن الفوضى تسودها الآن. أوباما وفي تصريحات له بولاية أنديانا أوضح أن الأخطاء التي في السياسة الكبرى تأتي أحيانا بسبب النقص في المعلومات الموثوقة والمدققة مؤكدا أن رئيس الولايات المتحدة نفسه يضطر أحيانا لاتخاذ القرارات انطلاقا من افتراضات وليس من معلومات مدققة. ولفت أوباما إلى أن التحالف الدولي فشل في تأمين الاستقرار في ليبيا ومساعدتهم في تشكيل حكومة جديدة، معتبرا أنه كان يتوجب عليه أن يحشد تأييدا دوليا أوسع قبيل التدخل عسكريا. قال رئيس حكومة البعثة الأممية فايز السراج إنه لن يتم استبعاد أي شخص مما أسماه بالجيش الوطني بما في ذلك خليفة حفتر حسب قوله. السراج وخلال مقابلة مع وكالة رويترز أضاف أن مساعيه لتوحيد من أسماها بالفصائل المتحاربة تقترب من النجاح حسب تعبيره، مضيفا أن ليبيا تستفيد من التعاون الدولي وأن الليبيين هم الذين سيقضون على ما يعرف بتنظيم الدولة في بلدهم. قال رئيس حزب تحالف القوى الوطنية محمود جبريل إن الغرب خائف من أن ينتهي بهم المطاف بسيس آخر في ليبيا إذا ضغطوا أكثر عبر الدعم العسكري لخليفة حفتر. وعن ما يعرف بتنظيم الدولة قال جبريل إن التنظيم منتشر بصورة كبيرة في ليبيا وأن الجميع يتحدث عن سرت كونها محطة تركيز اليوم، إلا أن أغلب جنود ما يعرف بتنظيم الدولة هم خلايا نائمة في طرابلس حسب قوله. هذا وأعرب جبريل عن خوفه من أن تكون المعركة الحقيقية ضد ما يعرف بتنظيم الدولة في العاصمة ذاتها. رفض ملتقى حوار المكونات الاجتماعية والفكرية لأهل الجنوب مخرجات مؤتمر فيينا بتحديده ثلاث مناطق لإيواء الوافدين والهجرة غير الشرعية وتوطينها. الملتقى الذي عقد في منطقة تراغن اعتبر تحديد تلك المناطق مؤامرة على الجنوب الليبي ومحاولة لاستباحة الحدود وتدخلا في الشؤون الداخلية للدولة. هذا وأكد الحضور أن الشرعية الاجتماعية الأصلية غير قابلة للإلغاء بخلاف الشرعية السياسية المكتسبة والقابلة للإلغاء. قام عدد من المحتجين بمدينة جدابيا السبت بإغلاق الطريق العام بالمدينة بسبب عدم حصولهم على السيولة النقدية من مصرف الجمهورية فرع جدابيا. أحد المواطنين المحتجين قال إنهم تلقوا تأكيدات في وقت سابق من إدارة المصرف بشأن فتح الأبواب أمام المواطنين وتحديد سقف السحب وهو 1000 دينار، موضحا أنهم تفاجأوا السبت من رد مدير المصرف وتأكيده على عدم توفر السيولة. يذكر أن المصرف المركزي بالبيضاء قام بطبع عملة ليبية جديدة في روسيا وقدرها 4 مليارات دينار ليبي لتوفير السيولة في المصارف.
قالت رابطة ليبيا لضحايا التعذيب والإخفاء القسري بالإمارات في بيان لها إن المفرج عن هوسالم الهرادي سيغادر دولة الإمارات عقب مجهودات قامت بها العديد من الجهات من أجل حصوله على العناية الصحية اللازمة. الرابطة أعلنت في بيانها عن قلقها إزاء صحة رجال الأعمال المفرج عنهم، متمنية لهم الشفاء العاجل والعودة القريبة لوطنهم، مطالبة بسرعة تمكينهم من جوازات سفرهم للعودة لأهاليهم حسب نص البيان. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب مصطفى جراف المتحدث الرسمي باسم الرابطة الليبية لضحايا التعذيب والإخفاء القسري بالإمارات. بداية سيد جراف، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم. طيب، بعد إطلاق سراح السيد سليم العرادي، يعني الآن ماذا عن بقية المعتقلين الموجودين في الإمارات؟ للأسف الشديد البراءة لم تكتمل بعد، فالإخوة الآن حريتهم محتجزة في الإمارات، منهم حتى قبل المحكمة اللي حصلت الأخيرة في 30 مايو الإخوة عادل ومعاذ الهاشمي كذلك ما زالوا محتجزين في الإمارات ولم تعط لهم أوراقهم وجوازات سفرهم حتى يخرجوا، وهذا مخالف للقانون الدولي ولكل الشرائع، وهذا احتجاز لحريتهم. وقد خاطبت الرابطة، خاطبنا السلطات الليبية ووزير الخارجية للتدخل مع سلطات الإمارات للإفراج عن الإخوة. الأخ سليم العرادي أفرج عنه وترك للسفر لأجل حالته الصحية الحرجة بعد تدخل الحكومة الكندية. نرجو من إخواننا في السلطات الليبية وكل من له يد أن يتدخل وأن يفرج عن الإخوة، وما زالوا محتجزين الإخوة، أكرر وأعيد، ما زال الإخوة في الإمارات محتجزين ولم تعطى لهم أوراقهم بعد. طيب سيد جراف، بالنسبة لبقية المعتقلين، ما هي أسباب احتجازهم حتى هذه اللحظة؟ لا يوجد أسباب، والقضية تابعها كل العالم، لا توجد قضية أصلا، والبراءة أمام العالم جميعا، الإخوة الأخوين الأولين معاذ وعادل وباقي الإخوة الآن، ولا ندري لماذا الإمارات ما زالت يعني تحتجز الإخوة. نريد أن نطوي هذه الصفحة، ودعونا كثير من الرابطة والإخوة النشيطين، دعوهم أن يطوي هذه الصفحة وأن يفرجوا عن الإخوة. البراءة صدرت ولا يوجد أي شيء ما يعيق أن تعطى لهم أوراقهم يكونوا أحرارا، وهذا مخالف للقانون، والإخوة ما زالوا محتجزين بهذه الحالة. طيب سيد جراف، بالنسبة للأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم، هل أعطي لهم جوازات سفرهم؟ بعضهم أعطيت له ولكن لم يسمع لها، وبعضهم لم يعطى له شيء كمعاذ والأخ عادل ناصف. الأخ سليم كما قلت فيما سبق، الأخ سليم العرادي إنما سمح له بالسفر لكشوفات طبية، وهو في تركيا الآن لأجل كشوفات لأن حالته حرجة بعد تدخل الحكومة الكندية. الآن ما نريده من حكومة الإمارات هو أن تفرج، أن تترك الإخوة جميعا بحريتهم، فالمحكمة صدرت براءة ولا يوجد أي تعليق لهذا الأمر. ما زلنا ندعو الحكومة الإماراتية أن تفرج عن الإخوة وأن يتركوا في حال سبيلهم، ولم تكتمل براءة الإخوة حتى يرجعوا إلى أرض الوطن، إلى ليبيا. طيب سيد جراف، في حالة عدم استجابة الإمارات إلى دعواتكم بشأن السماح للبقية بالمغادرة، يعني كيف ستتعاملون مع هذا الموقف؟ سوف نرفع الأمر ونتشاور في الرابطة ومع غيرنا من الحقوقيين والإخوة المتخصصين، عندنا لجان، ونتحرك إن شاء الله، ولكل حادث حديث. الآن لا نريد التصعيد، نريد فقط من الحكومة الإماراتية ومن له شأن أن يفرج عن الإخوة، وما زلنا نعيد ونكرر ونطلب من إخواننا في السلطات الليبية وكل من له شأن أن يتدخل فيفرج عن الإخوة. قضيتهم لا قضية، والآن احتجازهم بهذا الشكل غير قانوني وغير شرعي، وهذا احتجاز لحريتهم، وهذا لا يجوز شرعا ولا قانونا. نعم، إذن السيد مصطفى جراف المتحدث الرسمي باسم رابطة ضحايا التعذيب والإخفاء القسري كنت معنا عبر سكايب من مانشستر، شكرا جزيلا لك. وصلت إلى مطار حقل أمل النفطي القريب من مدن الواحات الخميس سيولة مالية تقدر ب5 ملايين دينار ليبي قادمة من المصرف المركزي بالبيضة من فئتي 50 و20 دينار من العملة المطبوعة في روسيا.
المصرف المركزي الموازي في البيضة الثلاثاء أعلن عن وصول 200 مليون دينار ليبية، وهي الدفعة الأولى من الأموال المطبوعة في روسيا إلى مطار الأبرق، وشرع المصرف في توزيعها على المصارف التجارية في المنطقة الشرقية. هذا وتعاني معظم مصارف البلاد من نقص في السيولة النقدية، جعل بعض المصارف تغلق أبوابها أمام الزبائن. انتشلت فرق الهلال الأحمر فرح زوار الخميس 117 جثة تعود لمهاجرين غير شرعيين جرفتهم مياه البحر إلى سواحل المدينة. جمعية الهلال الأحمر زوارة نشرت عبر صفحتها على فيسبوك أن عملية انتشال الجثث جاءت بالتعاون مع فريق البحث الجنائي ومديرية أمن مدينة زوارة. يشار إلى أن الجنسيات التي تعود إليها الجثث أغلبها جنسيات إفريقية. أعلنت القوات البحرية الليبية الجمعة عثورها على جثث 104 من المهاجرين غير الشرعيين قبالة شواطئ مدينة زوارة غربية ليبيا. وتوقع المتحدث باسم القوات البحرية العقيد أيوب قاسم أن يرتفع عدد الجثث التي يعثر عليها رجال حرس السواحل الليبية. يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة أعلنت الأربعاء أن عدد ضحايا الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط بلغ 1095 ضحية بين غريق ومفقود في الأسبوع الماضي وحده، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد أيوب قاسم المتحدث باسم قوات رئاسة الأركان البحرية. بداية سيد قاسم، ما هي الإحصائية الإجمالية لأعداد الموتى من المهاجرين غير الشرعيين؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم قناة تناصح ولكل مشاهديكم. وتصحيح للخبر أن العدد اللي حاليا يعني وصل إليه 117 تم انتشالها، والذي قام بالانتشال هم الهلال الأحمر الليبي ومديرية الأمن بزوارة، ونحن كحرس السواحل الليبي يعني أبدينا استعدادنا بأن نقوم بانتشال الجثث التي في البحر، ولكن نظرا لكثرة الجثث التي على الساحل وأن التيارات البحرية كلها يعني تقذف بهذه الجثث في الساحل، ولحتى لا يتم عمليه زياده الجثث في مره واحده وتسييء وتنظيم للعمل، فانهم طلبوا من الحرس السواحل البحري ان يقوموا باعمال يعني الذي يقوم بالعمليه هم الهلال الاحمر ومديريه الامن، لان حرس السواحل البحري هذا عمله كما نعرف في الاتجاه البحري فقط. ونظرا لحالة الأحوال الجوية يومين الماضيين لم نتمكن من الدخول بعيدا، ولهذا آخر انتشار آخر معلومة هي 117 جثة، واللي قاموا بعملية الانتشال هم الهلال الأحمر الليبي ومديرية أمن زوارة، وهذا إحقاقا للحق يعني. طيب أنتم كقوات بحرية ما هو دوركم مع الهلال الأحمر فرح زوارة؟ نحن دائما هناك تعاون بيننا وبين الهلال الأحمر الليبي في كل الأعمال التي يتم فيها ضبط الهجرة غير الشرعية، حيث كما نعلم أن عندما يقوم بإنقاذ أو ضبط أو حتى انتشار جثث من البحر، فدائما كان الهلال الأحمر متواجد معنا في كافة صراحة النقاط الساحلية، سواء في زوارة ولا في نقطة في القطاع الغربي زوارة أو الزاوية أو حتى في قطاع طرابلس، يعني هناك تعاون وثيق بيننا وبينهم في مسألة تقديم الخدمات الطبية والإنسانية للمهاجرين، وكذلك في مسألة استلام الجثث وغيرها من الأعمال التي مناط بها الهلال الأحمر. طيب هذا يعني بشكل دوري ودائم، يعني هناك تعاون بيننا وبينهم. نعم، إذا هل هناك أي جهات دولية أو محلية أخرى تتعاون معكم بالخصوص؟
هناك في من ضمن يعني عادت من هناك بعثة لهيئة الطبية الدولية حتى هي أحيانا تتواجد في بعض النقاط الساحلية، عندنا في طرابلس موجودة وفي الزاوية موجودة، وهي أيضا تتعاون معنا بمعية الهلال الأحمر الليبي. ولكن نود الإشارة إليه أن الإشكالية بالنسبة للمجتمع الدولي هي أنهم يعني حاولوا أن يقدموا الخدمات بعد وقوع الجلل، يعني بعد وقوع الحادثة وبعد موت المهاجرين وبعد عملية ضبطهم، ولكن لا يعني لماذا لا يتم السبق بحيث أن منع هذه الهجرة نهائيا؟ وهذا هو التخاذل الذي نحن نحسبه أو يحسب على المجتمع الدولي. المجتمع الدولي للأسف الشديد لا يتحرك فقط إلا عند وقوع مثل هذه الحوادث العظيمة أو عندما يتم ضبط المهاجرين بأعداد كبيرة جدا، أما غير ذلك فليس له أي مفعول أو أي مردود للأسف الشديد. نعم، إذن المتحدث باسم القوات البحرية العقيد أيوب قاسم كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وصلت شحنة أدوية لمرضى السل إلى العاصمة طرابلس مقدمة من منظمة الصحة العالمية في استجابة لسد العجز الذي تعانيه مستشفيات ومراكز وزارة الصحة في العاصمة. ووفق صفحة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على فيسبوك، فإن شحنة تسلمها البرنامج الوطني لمرضى السل في طرابلس، وهو تبرع من مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق، وتعد شحنة كافية لتغطية مرضى السل في ليبيا لمدة 6 أشهر. وأخيرا، حيث احتفلت جامعة عمر المختار بتخريج الدفعة 8 لكلية الطب البشري بفرعها في مدينة درنة. الاحتفالية التي أقيمت بقاعة المسرح الوطني درنة بمناسبة التخرج حضرها الخريجون رفقة عائلاتهم إلى جانب المسؤولين بجامعة عمر المختار فرع درنة. وشهدت الاحتفالية تخريج 64 طالبا وطالبة بحضور عميد كلية الطب وأعضاء الهيئة التدريسية بكلية الطب البشرية والمهتمين بشأن العام في المدينة. يذكر أن طائرات تابعة لمجرم الحرب حفتر قصفت أوائل العام الجاري مبنى الكلية الكائن بحي باب طبرق، مما أدى إلى أضرار مادية وانهيار أجزاء منه. وإلى أبرز ما جاء في هذه النشرة. غارة لسلاح الجو على تمركزات تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة داخل مدينة سرت، وقوات الثوار تسيطر على بوابة الأربعين وطريق الرواغة جنوبي المدينة. لجنة دعم ثوار بنغازي تؤكد تأييدها لتشكيل سرايا للدفاع عن المدينة، و7 قتلى و10 جرحى من قوات حفتر في مواجهات مع شورى ثوار المدينة. طائرة مجرم الحرب حفتر تقذف محيط المحطة البخارية بمدينة درنة بالبراميل المتفجرة. ختام نشرة 7، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.